مساءكم حمصي كرماوي جماهيرنا الكرام، أهلا بكم في برنامج بلو مينيتس، وهو برنامج أسبوعي لنقل كافة نشاطات ونتائج مباريات فرق النادي لكافة الألعاب خلال أسبوع. نقطة ثمينة يعود بها نسور الكرامة من لقائهم أمام حطين من ملعب الباسل ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السوري لكرة القدم. وقد كرمت إدارة النادي الجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق الرجال على إحرازهم نقطة التعادل، وقدمت لهم المكافأة التي خصصها مجلس الإدارة إضافة إلى مكافأة مقدمة من النجم فراس الخطيب. وفي أخبار دوري الشباب لكرة القدم، تعادل الشباب الكرامة مع الطليعة في حماة بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري. سجل الطليعة هدف السبق وعادل الكرامة عن طريق اللاعب عبد القادر شعبان. وفي الجولة التاسعة لدوري الشباب، خسر الكرامة أمام الجيش بهدفين لهدف على أرض ملعب منشأة البعث الرياضية. سجل هدف الكرامة اللاعب مهند فاضل. أما بالنسبة لكرة السلة، فقد خسر فريقنا الشاب أمام الطليعة في حماة بنتيجة 45 مقابل 55 نقطة، وذلك ضمن إياب بطولة الدوري. وحقق فريق الكرامة للناشئين فوزاً على نظيره الطليعة بنتيجة 47 مقابل 44 نقطة في حماة أيضاً ضمن البطولة ذاتها. أما بالنسبة لقرارات واجتماعات إدارة النادي، فقد ناقش رئيس نادي الكرامة الدكتور غسان القصير وأعضاء مجلس الإدارة واقع فرق قواعد النادي مع الجهاز الفني والإداري لهذه الفرق، والعمل على وضع الخطط لتحقيق النتائج الإيجابية. قرر مجلس الإدارة تكليف كل من المدرب خضر القشلق مشرفاً فنياً على لعبة كرة اليد لفئة الذكور، والمدرب فواز الشيخ سليمان مشرفاً فنياً لفئة الإناث. وفي ذات السياق، عقد عضو مجلس الإدارة الأستاذ عثمان ملوحي مشرف كرة اليد اجتماعاً مع المدرب الفني الجديد الكابتن خضر القشلق لمناقشة خطط تطوير واقع اللعبة في النادي. وفي أخبارنا أيضاً، هنأت إدارة نادي الكرامة الأستاذ جلال نقرش بفوزه بانتخابات رئاسة الاتحاد السوري لكرة السلة. وآخر أخبارنا اليوم، ولأهمية دعم ذوي الإعاقة وللدوري الاجتماعي المميز لإدارة نادي الكرامة، شاركت الإدارة ممثلة بالدكتور غسان القصير وبعض لاعبي كرة السلة وكرة القدم في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أقيمت في صالة غزوان أبي زيد الرياضية. نأمل أن نكون قد وفقنا في نقل تفاصيل النشاطات الكرماوية، بانتظار مشاركاتكم وتعليقاتكم عبر الصفحة الرسمية للنادي. تابعونا يوم الاثنين من كل أسبوع على صفحتنا الرسمية مع أخبار جديدة لنتائج مميزة لنادي الكرامة.